بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة، صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجبا، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم الظالمين لهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة، حبيبي يا حسين، روحي وأرواح شيعتك لك الفداء، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا سيدة النساء بعد أمك الزهراء، السلام عليك أيتها العقيلة الحوراء، السلام عليك يا ذكر الحسين في كربلاء، نظرت وكانت آخر النظرات لتودع الأحباب بالفلوات، أجسادهم قد عانقت وجه الثرى، ورؤوسهم رفعت برأس قناة، وإلى الحسين توجهت بندائها،
وانساب سيل الدمع في كلماتي. نادت حسين عليك ألف تحيتي رغما علي أسير للشمات. لولا عيالك كان عندي حاجة. ما حاجتك يا زينب؟ لولا عيالك كان عندي حاجة. خذني إليك فلا أريد حياتي. أخاي بعدك لا يطيب العيش لي. أيطيب وهو بدونكم كمماتي؟ معذورة يا زينب. أخاي بعدك لن أجود ببسمة، فلقد دفنت بكربلاء بسماتي. أخاي بعدك لن يلذ الماء لي، وذبحت عطشانا بشط فراتي. وعلت على ذكراكم أناتي. من لي إذا ما القيد ألم معصمي؟ من ذا يكفكف إن همت عبراتي؟ من ذا يكفكف إن همت عبراتي؟ من لي إذا ما قيل هذه زينب ورنت لخدر يا أعين الشماء؟ الشماتي قد كنت بينكم أعيش بعزة، واليوم صرت أسيرة الكربات. قد كنت بينكم أعيش بعزة، واليوم صرت أسيرة الكربات. ينقل عن الملا عطية الجمري رضوان الله عليه أنه رؤية في عالم الرؤيا بعد موته في قصر مشيد، حور ولدان أشجار أنهار، فسئل عن ذلك: هل ذلك بسبب كتابك الشعر، كتاب الجمرات الودية في أهل البيت في مدحهم ورثائهم؟ قال: بل ببيت واحد في هذا الكتاب صورت به حال زينب والحسين صريع على أرض كربلاء، وقد جاءته زينب تقول له: ودي أوصل مصرعك وانجدل وياك، لكن شبيدي ولازم ذيالي يتامك. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين لتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة صلوا على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدتنا ومولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الطالبين بثأرها تحت راية الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا له الفدا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بالأمس من الله علينا وأحيانا لكي نحيي ذكرى ولادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بالأمس وفقنا الله تعالى لكي نجدد البيعة والولاء لأمير المؤمنين عليه السلام، تلك النعمة التي لا يمكن للسان أن يشكرها، نعمة الولاء لهم، حبانا الله فضلا لا يضاهى، ومن ذا قد حباه كما حبانا. حبانا الله فضلا لا يضاهى، ومن ذا قد حباه كما حبانا. تولينا الكتاب وآل طه، وعادينا الذي عنهم توانا، مودة آل بيت الطهر قطب تدور عليه في الدنيا رحانا، وفي الأخرى مودتهم أمان إذا ما ضيع الناس الأمانة. وأقسم بالذي برأ البرايا إذا متنا ولم نترك ولانا على الحوض اللقاء بإذن ربي، ويحلو عند حيدرة لقانا. واليوم نحيي ذكرى رحيل كريمته، ابنته، حبيبته، سيدتنا ومولاتنا زينب صلوات الله عليها. عندنا ليلتان، الليلة والغد، سنحاول إن شاء الله في هاتين الليلتين أن نخرج بفائدة، بمعرفة، بصورة جديدة نضيفها إلى ما عندنا من معرفة وعلم بسيدتنا ومقامها سلام الله عليها. كلنا عندما تذكر زينب يتبادر إلى ذهننا الصبر، أم الصبر، مدرسة الصبر، قلعة الصبر، وهذا من مقاماتها التي لا ينكرها أحد. نعم، زينب كانت مدرسة في الصبر. زينب عليها السلام منذ أن فتحت عينيها على هذه الدنيا وإلى أن أغمضت عينيها عن هذه الدنيا وهي تجرع الصبر كأسا بعد كأس، نعم هي أم الصبر، لكن حتى الصبر يحتاج إلى تفقه وتدبر في معناه. مرة تقول لي: نعم زينب صابرة، لأنها رأت أمام عينيها كيف قتل العباس أو كيف قتل الحسين صلوات الله عليهم. فأقول: نعم هذا صبر بلا شك، وكيف لا يكون صبرا وهي ترى أمام عينيها ما جزعت له السماوات والأرض، ما أبكى السماء دما، صبر. بس هناك مواقف صبر أخرى لزينب إن لم تكن أشد من هذا الموقف فهي تضاهيه. أمير المؤمنين عليه السلام، إذا نرجع شوي بالزمن قبل أمير المؤمنين،
الأنبياء صبروا على كثير من الابتلاءات والامتحانات والأذى الذي تلقوه من أعداء الله في أزمنتهم. خذ مثالا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام، صبر كثيرا على أذى قومه، وأوذي وأهين واستهزئ به، صبر. تعلمون أنتم أكثر الناس صبرا وابتلاء هم الأنبياء. إبراهيم من الأنبياء، بل هو شيخ الأنبياء، صبر. لكن من أعظم مواقف صبره، إن لم يكن أعظم موقف صبر له، عندما امتحنه الله تعالى بذبح ولده إسماعيل. ما معنى أن الله يأمر والدا أن يسجي ولده أمامه وأن يأخذ السكين بيده ويمر به على نحر ولده ليذبحه؟ تتصور المسألة؟ تصورها مو سهل، أبدا مو سهل. أنت بس خليك الآن تصورها الآن، الله يأمرني بهذا الشيء، شنو يعني أخلي ابني أمامي وأخذ السكين بيدي وأريد أن أذبح ولدي امتثالا لأمر الله؟ يحتاج إلى قدرة هائلة من الصبر حتى أقوم بمثل هذا العمل. ولذلك مثل هذه الامتحانات الله لا يبتلي بها أيا كان من عباده، بل يختار ويصطفي وينتجب لها أناس مخصوصين. أمير المؤمنين علي عليه السلام ابتلي كثيرا في حياته وصبر كثيرا، لكن من أعظم مواقف الصبر عندما صبر على ما جرى على الزهراء عليها السلام يوم الهجوم على الدار. ولذلك قالها مرة واحدة، لم يقلها قبلها ولا بعدها: قل عن صفيتك صبري. وهكذا نشوف أنه مو دائما مواقف الصبر هي الشيء الواضح، مثل الآن الصبر على المعاصي، مو دائما الصبر على عن المعصية هو أن أصبر عن شرب الخمر. وأنا ما ابتليت بشرب الخمر في حياتي كلها، فعدم شرب إلى الخمر لا يعني أنني تحملت كثيرا لكي لا أشرب الخمر. بس تعال إلى شخص مبتلي بمعصية من المعاصي ومر عليه وقت وهو مبتلى بهذه المعصية ويريد الآن أن يمتنع عن هذه المعصية، هذا يقال له صابر عن المعصية، لأنه يحارب نفسه ويحارب هواه لكي يزجر نفسه وهواه عن ارتكاب المعصية، يقال له صابر. فمو دائما مواقف صبر بهالوضوح تكون. زينب عليها السلام لها مواقف صبر كثيرة في حياتها، من أعظم مواقف صبرها يوم دخلت على يزيد. انت تصور حتى تشوف المسألة وتعطيها حقها يجب أن تضعها في بيئتها ومناخها. يوم اللي دخلت زينب، أو اليوم اللي أدخلت زينب عليها السلام على يزيد، إلى مجلس يزيد، من التي دخلت وعلى أي حالة كانت عندما دخلت؟ زينب دخلت وقد جرحتها سكاكين الألم، قطعتها سيوف المصائب والمحن، دخلت والقيود والأغلال بيديها ورجليها وطوق الحديد في عنقها عملا على إذلالها، دخلت إلى مجلس قتلة أخيها الحسين. حتى تتصور المشهد أكثر ارجع معي في الزمن قليلا إلى زمن الطاغية صدام عليه لعنة الله. تصور أنت بزمن صدام أمر جلاوزته أن يدخلوا إلى البيت الفلاني ويقتلوا كل من فيه إلا المرأة الفلانية، فقتلوا أمام عينيها أباها وأمها وإخوتها وبنيها وبعض عشيرتها، ثم جاءوا بها مقيدة إلى صدام، أدخلوها إلى قصره إلى ديوانه، وصدام جالس وحاشيت حوله. والله إذا ما يصيبها شلل كلش زين، شنو يدخلها على صدام، على طاغية، على فرعون من فراعنة الظلم، على إنسان لا يعرف لله حرمة حتى يعرف للعبيد حرمة؟ يعني نفس أن الإنسان يتمالك أعصابه وهو يقف بين يديه، هذه تحتاج إلى شجاعة وإلى قدرة.
فهذه المرأة إذا أدخلها إلى صدام ووقفت بين يديه ومع ذلك بقيت شامخة، يقولون شنو هذه؟ تكتب فيها القصائد وتمدح، صحيح تستحق. زينب تلك الامرأة التي كما قلنا جرعتها الحياة وجرعها الزمان بالمصائب والآلام والمحان، وبعدها الآن خارجة من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، دخلت إلى الشام وما زال نحر الحسين رطبا بدمائه، بعدها أصوات الأطفال والنساء وحرق الخيام وصهيل الخيول في آذانها، دخلت إلى يزيد لتقف بين أعتى وأحط وأفسد خلق الله في ذلك الزمان وهو يزيد وحوله حاشيته، وإذا بزينب وهم يهزؤون ويضحكون ويتشمتون يعيشون فرحة قتل الحسين، وإذا بزينب قطعت عليهم فرحتهم مخاطبة يزيد فكد كيدك. كيف تكلمت زينب؟ منين جاءتها القدرة؟ مفترض زينب بعد ماتت عندها كل الطاقات، ما جاي تكلم أي إنسان، تكلم يزيد فكد كيدك وسع ساعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تبلغ أمدنا. بعد تقول له وإن أمرك وإن رأيك لفند وما رأيك إلا فند وما أيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. كيف نطقت زينب؟ منين جاءت هذه القدرة، هذه القوة لكي تتكلم بمثل هذه الكلمات اللي فيها إعدام، هي نفسها إعدام. قالتها بكل قوة ورباطة جيش. يزيد يقول لها كيف لا رأيت صنع الله بأخيك الحسين، يريد الشماتة، فتقول له ما رأيت إلا جميلة. أنت قلت كيف رأيت صنع الله؟ لو قلت كيف رأيت صنعنا لقلت لك ما رأيت إلا قبيحة، لكنك تقول كيف رأيت صنع الله. شوفوا الالتفات والانتباه والدقة في السماع وفي الجواب عندها وهي في تلك الحالة. هذا الصبر من أين جاءت به زينب؟ هذا ما نريد أن نكشف عنه الليلة، من أين جاءت زينب بكل هذا الصبر الذي عندها؟ ما هو السر الذي يقف خلف صبر زينب؟ يفصح عنه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. نشد الرحال إلى روايات أهل البيت، نطرقها بابا بعد باب لكي نسأل من أين جاءت زينب بذلك الصبر، ويفتح السجاد باب الجواب ليقول لنا. يروي الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه في كتاب الاحتجاج في الجزء الثاني في الصفحة 31 مرسلا عن حذيم بن شريك وهو من أصحاب السجاد عليه السلام، عن السجاد عليه السلام أنه قال لعمته زينب، الحديث كلكم تعرفونه، يا عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. هذا الحديث معروف ومشهور. قبل أن ندخل لنعرف ما الذي أجاب به السجاد وكيف يدل على السر الذي يقف وراء صبر زينب، لابد أن نرى هل الإمام السجاد هذا تصح نسبة هذا الحديث إليه أم لا. اليوم نحن صرنا في زمن افتح قوسين، أنا أتمنى اللي عنده قلم وورقة يكتب، خصوصا لخلف الشاشات يعني اللي جالسين يشاهدوا عبر القنوات الفضائية. قال الصادق عليه السلام ما حفظ فر وما كتب قر. الكتابة تخلي المعلومة موجودة، فإذا جرى على الإنسان ما جرى سبب النسيان يلجأ إلى ما كتبه فيستعيد ما نسيه. هذه معلومات مهمة جدا أتمنى أن تكتب وأن تحفظ. بين قوسين نحن اليوم في زمن بانتشار
برامج ومواقع التواصل الاجتماعي واتساب، وكلكم الآن يعني تقريبا بعد ما كوبيت يخلو من واتساب أو فيسبوك أو تويتر أو غيرها من هذه الأمور التي نتواصل بها اجتماعيا. كثرت الروايات التي تنسب إلى أهل البيت عليهم السلام. كل يوم تشوف واحد هذا اللي جايب لي بيت شعر ويقول قال علي بن أبي طالب، هذا اللي جايب حديث قول قال الصادق عليه السلام، هذا اللي جايب صلاة فلان صلاة فلان. سووا صلوات كثيرة بالفترة الأخيرة، يعني مع كل مناسبة تطلع لنا صلاة. هسه مو اليوم احنا بوفاة زينب سلام الله عليها، باكر شوف انتشرت صلاة زينب عليها السلام. احنا ما عندنا مشكلة أن يكون هناك صلاة مختصة بها سلام الله عليها، لكن العرش ثم النقش، وين هذه الصلاة؟ منين جبتوها؟ وما يصير أنا أقول والله يا شيخنا هذه الصلاة هي حسنة على كل حال، شنو المانع نصليها؟ صلي صلاة واردة عن لسان الشرع، ماكو مانع تصليها، لكن أن تخترع صلاة لله تعالى ما يريد من عندك تخترع له صلاة. الأمور العبادية التوقيفية لا يجوز الاختراع فيها. لو مو أمر توقيفي اخترع ما تشاء. والله مثلا قال أهل البيت أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، اخترع ما شئت من الوسائل لإحياء أمرهم عليهم السلام، سينطبق تحت عنوان أحيوا أمرنا. أما في الأمور التعبدية يشترط أن تتقيد بما قاله الله. الآن مو صلاتنا الواجبة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يجوز لي أن أدخل في الصلاة شيء على كيفي إلا إذا كان داخلا تحت عنوان من العناوين المشرعة لذلك الأمر. مو الشهادة لعلي عليه السلام عندنا من ديننا نشهد أن عليا ولي الله، قطعا نشهد بذلك، بس يصير أنا بالصلاة أقول بالتشهد بسم الله وبالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهم أضيف عليها وأشهد أن علي ولي الله؟ لا يصير، مع أن علي هو ولي الله، ومن لا يقولها يخرج من ربقة الإيمان، بس إدخالها في الصلاة يحتاج إلى دليل. ما يصير الإنسان على كيف يدخل. هذا الحديث اللي ذكرناه الآن، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، رواه الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج. بس كيف رواه؟ قال عن حذيم بن شريك، من الشيخ الطبرسي إلى حذيم يوجد وسائط كثيرة ما ذكرها، يسمونه في علم الرجال السند مرسل، يعني أرسله عن حذيم مباشرة. يطلع لك واحد من هذول الناس اللي يحبون الضلال والإضلال والتشكيك في عقائد الناس، هذا حديث كيف تأخذون به؟ حديث مرسل ضعيف سندا لا تأخذ به، دعاء التوسل لا تأخذ به، دعاء كميل لا تأخذ به، دعاء الصباح لا تأخذ به، فلان لا ايش خليت من الدين انت؟ وعلى اي قاعدة تشتغل وعلى اي منهاج؟ تحتاج الى شوية تدبر. اذا تروح لاول كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي يقول في المقدمة، أنا نقلت نص العبارة، يقول ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده، يعني أنا سأورد في كتاب الاحتجاج وهو مجلدان سأورد مجموعة كبيرة من الأخبار، أكثر هذه الأخبار لن أذكر أسانيدها. ليش؟ لأنه ما عندك أسانيدها. لا لا، ولا نأتي في أكثر في ذكر أكثر الأخبار بإسناده. لماذا؟ إما لوجود الإجماع عليه، أو موافقته لما دلت العقول إليه، أو لاشتهاره في السير والكتب بين الفريقين بين المؤلف والمخالف. فإذا الحديث اللي ما ذكر سنده يا جماعة، هذا كتاب يقول الطبرسي، الحديث اللي أنا ما ذكرت سنده وأرسلته لا يخلو أمره من أحد ثلاثة، إما أنه مجمع عليه أو مشتهر في كتب الفريقين، أو أنه موافق لما دل العقل عليه. هذا يكفيني في أن أخذ الرواية منه وأقول متنها معتبر، فبعد ما أحتاج أبحث في سند هذا الحديث عن السجاد عليه السلام. السجاد ماذا قال لزينب؟ قال أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة.
غدا سنتكلم عن فهمة غير مفهمة، لأن كثير من الناس لا يفرقون بين العلم والفهم، يتصورون أن المسألة واحدة. لا، هناك فرق بين العلم وبين الفهم. الله يقال عنه عليم ولا يقال عنه فهيم. لا يقال الله فهم الأمر الفلاني، ولكن يقال الله علم الأمر الفلاني. هناك فرق بين العلم والفهم. إن شاء الله غدا يتبين ما هو الفرق بين العلم والفهم. اليوم خلونا بعلم زينب عليه السلام. السر الذي يقف خلف صبر زينب، السر اللي خلى زينب تصبر كل هذا الصبر، هو علمها. العلم اللي كان عند زينب مو علم عادي مثل بقية البشر. الإمام ماذا يقول؟ عالمة. وعلم بماذا مولاي؟ بالعبادات، بالمعاملات، عالمة بالعقائد، عالمة بالفقه. بماذا عالمة؟ ما بينت. يقول العبارة الثانية تبين لك، عالمة غير معلمة، يعني عندك من العلم، أوتيت من العلم ما لا تحتاجين معه إلى تعليم من أحد. فأنت تسألين ولا تسألي، أنت تعلمين ولا تعلمي. فعندها علم كل ما تحتاج إليه زينب سلام الله عليه. هذا العلم من أين جاءت به؟ إما من الله كعلم لدني، أو من النبي، أو من علي، أو من فاطمة، أو من الحسن، أو من الحسين، أو منهم جميعا. المهم أنه عندك العلم الذي تحتاجين إليه يا زينب، بحيث لا تحتاجين لأحد بعد العلم الذي وصل إليك، لا تحتاجين إلى علم آخر. زين، إذا كان الأمر كذلك ماذا يترتب عليه؟ تكون زينب أفضل النساء، أفضل النساء بعد أمها الزهراء، القدر المتيقن في أمة الإسلام. يمر معكم في الروايات، لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. فإذا العبادة ما الذي يجعل فيها الغير الخير؟ تفقهك فيها. والله ماذا يقول في القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا الله خلقنا؟ لعبادته. لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. فإذا حتى تحقق غرض الله تعالى لابد أن تتفقه في عبادتك. العالم الذي لا يحتاج إلى أحد هو متفقه في عبادته بأعلى الدرجات. فتكون زينب أعبد نساء زمانها بعد أمها فاطمة عليها السلام. الحكمة تابعة للعلم، تكون زينب أحكم نساء زمانها بعد أمها فاطمة، ورتب عليها جميع صفات الفضائل. والصبر تابع للعلم، إذا علمت سأصبر، أما إذا جهلت فلا أصبر. الآن أنا بيتي يحترق وما عندي علم بأن بيتي يحترق، وقاعد مرتاح، فيقولون والله الشيخ أحمد صابر. لا، مو صابر، ما عنده علم أن بيته يحترق. خلي يعرف بأن بيته يحترق وبعدين شوف هل يصبر أو لا يصبر. فإن صبر لعلمه بأن الله يعوض و عندها يقال عنه صابر، وإن جزع فهو جازع. فالصبر لا يكون إلا بعد العلم. زينب عليها السلام ماكو شيء خلاها تصبر كل هذا الصبر إلا العلم الذي أودعه الله فيها، إما بشكل لدني أو عبر محمد وأهل بيته صلوات الله عليه. نأتي الآن عظمة هذا العلم. إحنا عندنا مفردات كثيرة في حياتنا نمر عليها ونمشي، والله العلم فد شيء مهم. تريد تعرف عظمة العلم بآيتين من القرآن الكريم. الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. الله من هم الذين يرفعهم؟ صنفين من الناس، الذين آمنوا والذين أوتوا العلم. يعني الذين آمنوا الدائرة الواسعة، وأخص منهم الذين أوتوا العلم، يرفعهم درجات. هؤلاء هم الذين يرفعهم الله تعالى، ومن رفعه الله فهو أفضل من سواه بلا شك. زين، هذا تبين فضل العلم، بأن الذي أوتي العلم من المؤمنين أفضل من بقية المؤمنين.
من هم الذين أوتوا العلم؟ في آية أخرى يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. القرآن الكريم اللي فيه المحكم وفيه المتشابه، اللي فيه المجمل وفيه المبين، اللي فيه العام وفيه الخاص، اللي فيه المطلق وفيه المقيد، هذا القرآن اللي فيه كل هذا هو آيات بينات، يعني واضحة جلية. بس وين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. من هم هؤلاء الذين أوتوا العلم؟ يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما يتلى عليه أو عندما تتلى أمامه هذه الآية: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، تقول الرواية: فأشار إلى صدره في صدور محمد وآل محمد. القرآن قلنا فيه محكم وفيه متشابه. يقول الله تعالى: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا المحكم والمتشابه هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الذين أوتوا العلم هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. اختم بهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت، يعني قطعت المسافات طويت، أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ثلاث أمور تحتاج إلى إعجاز حتى تحصل. لو أن قرآنا تم به هذه الأمور هو هذا القرآن بإجماع المفسرين من الشيعة والسنة على اختلاف الفرق الإسلامية. الكل قال أن هذا القرآن فيه اقتضاء وقابلية أن تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى. نقول لهم جزاكم الله خيرا، إذا كان هذا القرآن فيه هذه القابلية إكسير، بس يحتاج إلى من يعرف كيف يسير الجبال بالقرآن ويقطع الأرض بالقرآن ويكلم الموتى بالقرآن. والله يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. عندها سنعلم علما يقينا جازما بأن تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى وغيرها من هذه المعاجز هو ثابت بالدليل القرآني لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. هم علة الإيجاد نصا، هم هم سر الوجود وما الوجود سواهم. هم النبي وأهل بيته، هم علة الإيجاد نصا، هم هم سر الوجود وما الوجود سواهم. هم للإله مظاهر لصفاته من فيض نور سناه نور سناهم، وهم الدليل إليه، هم أبوابه لا يرتضي أحدا بغير رضاهم، ولهم على الأكوان منه ولاية من شك فيها جاهل متحكم. يا من رماني بالغلو ألا التأد خبر الكساء لدى السليم مسلم. لولاهم لم يأمر الله الملائكة بالسجود لآدم، لولاهم لم يأمن الطوفان نوح لا ولا من جانب الطور الكليم يكلم. لولاهم ما كانت النار التي رمي الخليل بها عليه تحرم قسما، وما قسمي بموطئ نعلهم بغبار ترب نعالهم أنا أقسم. إن لم يهم قلب المحب هوى بهم فالعشق زيف والغرام توهم. يا
شيعة الكرار قروا أعينا فالخلد مأواكم وطاب المغنم وإذا سمعتم مدح آل المصطفى صلوا على آل النبي وسلم. فزينب عالمة غير معلمة، زينب عندها العلم الذي يجعلها حكيمة زمانها على أقل التقادير، إن لم نقل هي حكيمة النساء بعد أمها الزهراء على الإطلاق، يجعلها حكيمة زمانها وفقيهة زمانها وعابدة زمانها وصابرة زمانها. أجيب كل صفات الفضائل لأن كل صفات الفضائل سترجع إلى العلم، وأرجعها إلى زينب عليها السلام. عندها ما راح تستغرب كيف صبرت زينب، امرأة عندها هذا العلم العظيم بحيث تستغني عن خلق الله تعالى في علمها. أنت عالمة غير معلمة، لا يعلمك أحد، مثلك يصبر ذلك الصبر الذي صبرته يا زينب. الرواية المنقولة أنا ما تحققت منها، بس مشهورة كثيرا، أن أمير المؤمنين عليه السلام زينب في أول نشأتها أجلسها في حجره وقال لها: بني زينب قولي واحد، فقالت واحد، فقال لها: قولي اثنان، فلم تقل، كرر عليها فلم تقل، سألها ما السبب، فقالت: أن اللسان الذي ينطق بالواحد لا ينطق بالاثنين، إشارة إلى توحيد الله تعالى، وهي في هذا السن. هذه علم ومعرفة وفهم ما يجي والله مجرد أنها سمعتها من هنا، لا، يدل على فهم مع علم، تجمع بين المطالب وتخرج بهذه النتيجة. أرادت أن توصل رسالة. أمير المؤمنين لا يحتاج إلى رسائل، هو علي بن أبي طالب، عنده علم المنايا وعلم البلايا وعلم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. وإن كانت مدينة العلم هي رسول الله صلى الله عليه وآله، فباب مدينته علي بن أبي طالب. ولكنها رسالة لكل من يسمع هذا الحديث، هذا الخبر، أي علم تحمله هذه الصغيرة؟ إذا العلم وجد عند الإنسان عندها، ألمه سيصبح أشد من ألم غيره وحزنه أشد من حزن غيره. مثال صغير، الآن أنا طالع واحد يعطيني ورقة معينة، فأنا أنظر إليها أشوف فيها رقم من الأرقام، ما باليت إليها ورميتها ومشيت. وصلت إلى لبنان، يخبرني هذا شيخنا: ايش قد كان الرقم بالورقة؟ والله ما أدري، رميتها. تعرف شيخنا لو تدري ايش قد كان الرقم أنت تربح كذا وكذا وكذا، وهذه كانت جائزة عظيمة وكذا. راح أندم وأقول: آخ، أنا ليش رميتها؟ ولو كنت أعرف قيمتها ما كنت رميتها. ليعرف قيمة المفقود يكون ألمه أشد ممن لا يعرف، هذا شيء بديهي ما يحتاج إلى استدلال. الطفل الذي تموت أمه يبكي لفقد أمه لأنه اعتاد على أن تكون أمه بقربه، وهالحركات هذه والمطالب. وأكو طفل لا يستطيع أن يقرأ المستقبل، إذا ماتت أم اليوم غدا من الذي سيسكن معنا؟ من الذي إذا عدت من المدرسة سيجلسني في حجري؟ من التي ستسألني عن حالي؟ من؟ هذا يكون ألمه أشد. إذا أكو طفل بعد عنده القدرة أن يقرأ أكثر ويقرأ تفاصيل أكثر، سيكون فقده لأمه أشد وأشد. زينب يوم اللي فقدت أمها فاطمة عليها السلام، مو مجرد طفل صغير يتيم وفقد أمه، زينب عندها علم وعندها معرفة من بنت الخمس سنوات ومن قبل الخمس سنوات، فهي تدرك ما الذي فقدته، تعرف من هي هذه المرأة التي عُصِرت بين الباب والجدار، تعرف من هي هذه المرأة التي أدمى علي عينيه بالبكاء عليها، تدرك هذه المطالب زينب.
فلذلك كان ألمها عظيم وشديد عندما فقدت أمها. وكانت كأمها فاطمة. يوم اللي ماتت خديجة الزهراء كما في الحديث الشريف كانت تلوذ بأبيها رسول الله، تمسكه بطرف ثوبه وتقول له: أبتاه أين أمي؟ زينب نفس الشيء كانت تسوي مع أمير المؤمنين عليه السلام، تطوف حول أبيها: أبتاه أين أمي فاطمة؟ يوم اللي غسلت الزهراء عليها السلام، ذلك الجرح الذي لم يلتئم وما زال في قلوبنا ينزف ألما وحزنا، غسلها أمير المؤمنين، وتعلمون ما جرى أثناء التغسيل وكيف ترك الماء وانتحى جانبا ثم عاد أكمل تغسيلها، لفها بالكفن، قبل أن يشد الكفن نادى أولادها، استودعوا أمهم، تزودوا منها، ثم شد الكفن، حل الليل، أرادوا أن يخرجوا بالجنازة من الدار. المفترض ودعوا أمهم فاطمة، سيخرج علي مع الحسن والحسين برفقة الجنازة، من سيبقى في الدار؟ هذه الطفلة اللي اسمها زينب. ولأول مرة في حياتها زينب ستفتقد شخص أمها فاطمة من الدار. أرادوا رفع الجنازة والخروج بها من الدار، بمجرد أن رفعت الجنازة وإذا بتلك الطفلة لم تعد قادرة على الصبر أكثر، فتحت باب حجرتها وجاءت تمشي إلى أبيها: أتات ترجو بمدمعها الهمول رويدا حاملي نعش البتول، أريد وداعها إن تسمحوا لي ووحدي مع جنازتها تركوني. تدلل زينب إذا طلبت: أنزلوا الجنازة، أنزلوا الجنازة، كأنهم بقوا واقفين قربها. تقول: دعوني عند نعش الأم وحدي لأخبرها بآلامي ووجدي، أوسد قرب كسر الضلع خدي، وأرجوها بأن لا تتركيني، وأرجوها بأن لا تتركيني. خرجوا كلهم من الحجرة، بقيت زينب عند نعش أمها، أمير المؤمنين واقف عند باب الحجرة. زينب انكبت على جنازة أمها تناشدها: عزيزتك الصغيرة يا عظيمة، تبث إليك شكواها الأليمة. أي شكوى يا زينب؟ أحقا صرت يا أمي يتيما، أحقا صرت يا أمي يتيما، ألا يا ليتها عميت عيوني. تصور أمير المؤمنين يسمع زينب تدعو على نفسها، تقول: يا ريتها عميت عيوني، كأني بالوصية إليها كمثل الأم غدا يحنو عليها، مدامعه جرت في وجنتيها.
فنادت والنداء مزج الحنين أبي قد عاقبوها دون جرمي بعد اسمع أبي قد عاقبوها دون جرمي لماذا كسروا أضلاع أمي على ما ألبسوني ثوب يدمي جرعت بفقدها كأس المنون ماتت فاطمة شيعت عاشت زينب مع أمير المؤمنين تلقى المحطات تلقى الأيام تلقى الليالي تجرع الأحزان كأسا بعد كأس إلى أن رأت أباها أمير المؤمنين مسجى على فراش الموت معصب الرأس والدماء تنزف من جرح رأسه كادت زينب أن تموت عندما رأت أباها على تلك الحالة هناك جمع أمير المؤمنين الحسن والحسين والعباس وزينب لا أريد أحد في الحجرة إلا هؤلاء ها يا زينب من تريدين كافلا لك من بعدي أنا هذا آخر يوم يا زينب بعد هذا اليوم لن تري أباك عليا يا زينب تبكي زينب تنظر إلى الحسن إلى الحسين هذان إماماي سيداي أما العباس أنا ربيته في حجري العباس إلي حق عليه أبا يا أمير المؤمنين أريده أن يكفلني من بعدك عباس ناولني يدك زينب ناولني يدك أخذ يد العباس جعلها في يد زينب ثم ضم على يديهما عباس زينب أمانتي عندك رحل أمير المؤمنين مرت السنوات وإذا بزينب على ذلك الباب تستأذن بالدخول على أخي الحسن وإذا بالحسن حسين نحط طشت عن عيني زينب أخفى الطاش لكي لا ترى زينب دماء أخي الحسن بأمام عينيها أهل البيت يدارون زينب يخافون على مشاعرها روحي فداها ماذا جرى لها في كربلاء بينما زينب بجنب أخيها الحسن جالس على طرف سرير تسأله عن حاله وإذا بالحسن راح يشير إلى الحسين مسرعا أخي قدم لي الطاش تريد أن يتقيا وإذا بزينب سقطت مغشيا عليها وتمر الأيام والليالي والشهور والسنين وإذا بزينب وضعت الدنيا في كربلاء آه منك يا كربلاء ماذا فعلت بزينب ليلة العاشر من المحرم أهل البيت واحد واحد يأتون لكي يودعوا زينب زينب إلها شأن عظيم عند أهل البيت يتعاملون معها كأنها أم الجميع أم الجميع يدخلون على خيمتها واحدا تلو الآخر يجلسون عندها يسمعون وصاياها يسمعون منها أخبار أبيها أمير المؤمنين ولو وقفت على باب خيمتها لسمعت الشهيق والزفير والدموع والنحيب لا يخرج أحد من خيمتها إلا وهو يكفكف دموع عينه حتى جاء الحسين ودخل إلى خيمة زينب العباس أبعد الأصحاب أبعد الكل عن الخيمة لا أحد يقترب من الخيمة الحسين عن زينب جلس الحسين زينب جالس قرب أخيها متأطئة برأسها إلى الأرض تريد أن تسأل الحسين كثيرة هي الأسئلة
لكن تأدبا تنتظر أخاها أن يبدأ بالحديث، راح يصبرها ويخبرها بما سيجري عليهم في الغد. بينما الحسين يخبرها وإذا بزينب أحست بأنها روحها ستخرج من جسدها. أخي حسين ارحمني قليلا لا تكمل، أنا بعد ما قال راد حمال. كل هذا سيجري حسين وألا سأراه بعيني؟ بلى يا زينب سترين ذلك وتسمعينه. اصبري يا زينب أرجوك أخي ادعو لي. فوضع يده على صدري ودعا لها. المصعب عظيم. جاء يوم العاشر، راحت زينب ترى تلك الصور ما كانت تسمعه بالأمس، تراه الآن أمام عينيها. إلى أن جاء العباس إلى خيمتها مودعة، وقف على باب الخيمة سلم عليها: أخت يا زينب أتأذنين لي بالدخول؟ أخي عباس تفضل ادخل، اشتقت إليك. هيا عباس ما الأخبار؟ أخت يا زينب لم يبق مع الحسين أحد، الكل صرعى حوله مجزرون على الثرى. يعني ماذا تريد أن تقول أخي عباس؟ أخت يا زينب جئت لوداعك، أخت يا زينب سامحيني إن قصرت في حقك، أخت يا زينب إذا لم أعد فاعذريني. أنا وعدت أبي أمير المؤمنين أن أكفلك يا زينب، لكن كما ترين وتسمعين الحسين صار وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين. ودع أخته زينب، أخذ القربة، ودع الأطفال، مشى إلى الميدان، ودع الحسين ومضى نحو الفرات. ما مضت ساعة وإذا بالعباس ينادي: يا سلام عليك أخي يا حسين. وبكى الحسين لصرخة العباس: أحنا عليه. فقال: بلغ زينبا عذري بأن الخصم هشم راسي. جاء الحسين إلى خيمة العباس، أخذ عمودها أهوى بها إلى الأرض. زينب تنظر، وإذا بزينب سقطت على الأرض مغشيا عليها. حتى جاءت تلك الساعة زينب في خيمتها، وإذا بالحسين ينادي: أخرجنا للوداع. الوداع الثالث، هذا آخر وداع يوم عاشوراء. فخرج النساء والأطفال يلوذون بالحسين من كل جانب، ينوحون يبكون ينادونه: إلى أين يا أبانا؟ إلى أين يا حمانا؟ إلى أين أبا عبد الله؟ الحسين ودعهم، نظر حوله وإذا به يفتقد ابنته بينهم: أين سكينة؟ قالوا: سكينة بقيت في الخيمة. نزل عن جواده، دخل إلى الخيمة. الله، أيها الآباء ببناتكم وأولادكم يحتاجون إليكم. دخل الحسين إلى الخيمة وإذا بسكينة جالسة واضعة رأسها بين ركبتيها وهي تبكي. جلس عندها، أخذها، جعلها في حجره: بني سكينة سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني. فإذا قضيت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. ودعهم جميعا، مضى نحو الميدان، وإذا بالصوت من خلفه: أخي حسين انتظرني هنيها. التفت الحسين، صوت زينب: ها يا زينب، ما الذي جاء بك؟ أخي حسين انزل من على ظهر جوادك. أي صبر انزل مع كل اللي صار، وهي ملتفتة إلى كل وظائفها. أخي حسين أرجوك انزل من على ظهر الجواد. نزل الحسين، اجلس على وجه الأرض. جلس الحسين: أخي اكشف لي عن نحرك وصدرك.
كما تحبين يا زينب كشف عن نهري وصدري. وإذا زينب بدموع عينيها ونحيبها راحت تقبل نحر الحسين وتشمه في صدره، ثم قامت وهي تنادي بصوت مبحوح: أمه لقد استرجعت الوديعة. مي وديعة يا زينب؟ عندما دنت الوفاة من أمنا فاطمة استدعتني قالت: إذا رأيت أخاك الحسين وحيد الفريد زينب شميه في صدره فإنه موضع حوافر الخيول، قبليه في نحره فإنه موضع طعنات السيوف. ومضى الحسين إلى الميدان ولم يعد إلا والجواد خاليا من راكبه. وتمر الأيام بزينب وزينب تصير بالشام ويسمعها الناس أبيات الدعاء: وأسألكم الدعاء. زينب صارت بالشام والناس محتفلة أعياد بهذه السبايا بهذا الصيد لعنة الله على يزيد. وإذا بزينب تلتفت حولها تسمع الناس تشير إليها وتسأل: من هذه المرأة؟ أنا أمي الحزن زينب ونيران الحزن بحشاي، أنا الدهر عذبني وما أريد أنبع الدنيا. يا أنا فارقت جثة ورحيت ميسرة ويا عدايا. يا زينب خليته وردت جسمه بيد بقبره نزلا، يعني تركت الحسين في كربلاء وكل امنيتي ان ادفنه بيداي انا الذي اواري الثرى. تقول مصاب حسين مثل مصايب لا صاير ولا يجرى. ياهو القبل باليمة عطشان انقطع نحرة. تقول مصاب حسين مصاب حسين مثل مصاب لا صاير ولا يجرى. ياهو القبل باليمة عطشان انقطع نحرة. يا وادي كربلاء والماي مهر الزاجي الزهراء وانذباح وعطشان وعطشان انذباح لحزين والماي منع منا. بعد أيها الناس اسمعوني من أنا. أنا شاهدت نارين والنارين لكن نار أشد من نار، نار الحرقت خيمنا ونار حرقا. يا تباب الدار وانا يا اللي شفت صدرين صدر صوب البسمايا والثاني كربلة خبرك شلون الخايا. وإذا لهجت بذكركم شتموني أخي يا قمرا رأيت خسوفه. عباس يا روح التي تحييه